تاكتيك، ولكن دير الاناليز ديالك مزيان، ريكورد طيح على شي حاجه مزيان. المهم راه هادشي راه باقي خدام، باقي خدام يعني، ضروري غتلقى شي اوبورتونيتي، خصوصا الا ميكسيتي ما بين دومين مونيتور انه يعطيك نوتيفيكيشن امتى غيتاكسبير داك الدومين، ولا طيح على شي دومين نيم اكسبيري ديجا، وعلى حسب نوعيه ديال الترافيك ونوعيه ديال داك النيش اللي غتخدم عليه. المهم راه اللي بغا يخدم بيها راه خدام. شكرا خويا الشماخ، شكرا بزاف، نحبك. أوكي. تحياتي اخي الشماخ، السي رشيد، ما اخبار السوق اليوم؟ فين وصل البيتكوين؟ عرفت رشيد تسمعني ولا ما تسمعنيش؟ رشيد مقعب الشرط. أعطينا شوية ديال الوقت أخي رشيد. راه مكونسونطري مع شي اوردر حلو. أخي إلياس صوتك ما تسمعش، خويا صوتك إلياس، ما أنا إلياس صوتك ما كتسمعش. ما سمعتك في خي إلياس، الصوت ضعيف. سمعني دابا مزيان ولا عندي واحد الهوار ولا لا والله كنسمعش. عندك بروبلم ولا برو؟ شحال في الاخر هذا؟ بيتو يس بيتو. بس يا رشيد جاوبنا، من أخبار السوق اليوم أخي رشيد؟ دينا شوية من وقتك. مزيان دابا كتسمع مزيان ولا باقي كيتقطع؟ دابا دابا شوية مزيان. مزيان. قبيلة دويتي على كل سيت ويب كيكون عنده الشيمة ديالو كتكون دايرة ليه وحده، شنو قلتي بيها بالضبط؟ واش زعما كاين كل ويب سايت بحال دابا البلوغز كتكون حاط ليهم تمبليت ديالهم بوحدهم باش كتخدم مع الاس اي، ولا كيفاش؟ مفهمتش هاد النقطة بالضبط. لا ماشي قضية كل واحد تومبليت، يعني كتخدم بتومبليت واحد. المهم الا كنتي كتخدم بالوورد بريس غتدخل لواحد ليكستانسيون سميتها دير غا شيما، انا نحاول نعطيك سمية ليكستانسيون ديالها. ايوه خلاص افضل. المهم ليكستونسيون سميتها شيما، فهمتي؟ شيما عادي، سي اس اس سي اش او ام ا. المهم هادي فهمتيني، يعني يعني هادوك لي سبايدر ديال جوجل كيكونوا هما عارفين يعني النوعية ديال السيت ديالك وفين وفاش مكلاسي، فهمتيني؟ إذا كان بلوغ راه كيكلاسيو في بلوغ، يعني كونتنت ديال البلوغ معروف. باش مثلا الكونتنت ديال البلوج يقدر تكون فيه 1100 كلمة 2000 كلمة تجيني في ارتيكل، ولكن مثلا ملي كتجي شي ساس ولا شي حاجة راه كيكون فهمتي هذاك الشيء شورت، فهمتيني هذاك الشيء يعني ولا هذوك القواعد اللي غيطبق على البلوج ما يطبقهمش على واحد السيت اللي خدام بزنس موديل ديال ساس. يعني كيلوح دي زارتيكل اللي فيهم معلومات على الساس ديالو، كيشرح مثلا تيبس اند تريكس على داك الساس ولا فاش كيمشي، ماشي في حال بلوك. المهم دير شي مرة فهمتي كيمشيو معاكم ستيب باي ستيب، كتقاد ديالك تما، وراه فري ماشي شي حاجة. واش اللوغو ديالهم في ديك البوصلة بالحمر؟ لا وي واخا شكرا الله. بغيتي كاع تزيد تعمق في هذا البلان هذا، دير
شوف يوتيوب ولا جوجل فهمتي، شيماتيك اي سي او ولا سيمونتيك اي سي او فهمتي، هو ديجا بلان قديم ولكن فهمتي دابا عاد ولا يخدم مزيان. وي بحال دابا انا عندي واحد لي دي جينيرال على لي سي او فهمتي، ماشي شي واحد اللي ما عارفه له، ولكن كنبغي نخدم عليه كيزين معقد فهمتي، زعما كن كنفضل لا كنت تقدر تعطيني شي فوريمز على سميتو بحال شورت كاست ديال البلاك هات و فهمتي شي حاجه بحال هكا اللي يكون هذاك الشيء مقيدي فهمتي، ماشي بقا تقلب هنا هنا هنا، كيكون نفس المعلومات كيتعاودوا. وشوف هما نفس المعلومه اللي تيتعاود راه كيبقى في البراكتيك. شوف اول حاجه باش نكون واضحين، انا ماشي اكسبيرت في الاي سي او فهمتي، اي كان براكتيك في الاي سي او، انا عزيز عليا اديكتد تو اي سي او. بالنسبه المهم يقدر مثلا في النيتشات العربيه ولا شي حاجه كانت في بلوج العربيه ولا شي حاجه غيعجبك الخدمه فيها. علاش؟ اول حاجه ما غاديش تحتاج انك تاوت سورس مثلا الكتابه ديال لي زارتي، يعني يقدر انك غانت غتعلم غتلقي حيت البراتيك اللي هو كلشي، غتولي تعرف مثلا اللينك بيلدين استراتيجيز اللي غتخدم بيهم، يعني تولي تقرا الداتا في سيرش كونسول ديالك فهمتيني، تقرا الداتا في سميتو جوجل داتا ستوديو فهمتيني، يعني غير براتيك كله براتيك، وتكون ديما انت اب تو ديت مع ابديت ديال جوجل. يعني مثلا اخر ابديت كان تر هو الكور ويب فايتلز، وهاد الكور ويب فايتلز اغلبيه ديال الدراري كيخدموا الاي سي او كانوا كياخذوه بعين الاعتبار قبل ما ولا يعني ضروري، يعني من ناحيه اللود ديال الويب سايت والسايز ديالو وريزيومات والمسائل، ومن ثم بقى كتعرف الاوبتيميزاسيون شنو كيكون فيها. يعني مثلا المره الاولى كتبتي ارتيكل اوبتيميزيتي مثلا غا لي هيدلاين يو ار ال تايتل اوبتيميزيتي، بدون نسيتي ما اوبتيميزيتي في الالت تكست ديال مثلا الريزيومات فهمتيني، او لا نسيتي ما درتيش الانترنال والاكسترنال، يعني كل شيء في البراكتيك، وتعرف شنو تطبق وشنو توفر. مثلا بديتي سيت جديد كتبدا بالتكنيكال اي سي فهمتيني، عاد كدوز عاوتاني الاون بيج اي سي او الاوف بيج، حتى غادي تبقى تبيل ديري السوشيال سيجنالز، كتبقى فهمتي باك لينكس، شوف الباك لينك استراتيجي كيفاش، واش مثلا تبقى تري شي خمسه ديال الباك لينك مثلا في الشهر ولا لي جيست بوست، ولا مثلا غير السوشيال ميديا يقدر يكون فيها باك لينك مزيان اللي كان فهمتي يجيك ترافيك منه، يعني صراحه غير براتيك فهمتيني تطلق يدك فيه. واخو شكرا على الحفظ. مرحبا. السلام الشباب. وعليكم السلام. بغيت نسول خاي سيف، داك المره في اللايف كانوا هضروا على الاربيتراج ديال لي زابليكاسيون، كانوا قالوا كيخدموا كيجيبوا رواه 300% في جوجل ادز. جربت انا كنجربت الادورد، ولكن ما كنوصلش داكشي اللي كنخسر في الادز ما كنجيبوش في الفيسبوك ولا ادمو. ممكن نصيف نصيف بعيد على المهم انا كيتفرج اوكي، لا انا نجوب ما كيتفرج يكون بعيد على المايك. المهم انا نجاوبك، انت شنو كتخدم ابليكاسيون ولا جيم؟ لي زابليكاسيون تولز بغيت نخدم فيهم اربيتراج. واخا ابليكاسيون يعني تولز، يعني كتقدم واحد الخدمه واحد السيرفيس ياك واحد مثلا ناخذ على سبيل المثال تيك توك داونلودر ياك، ابليكاسيون كتخدم يعني الداونلود.
هذيك لابليكاسيون باش تربح منها انت بالطريقة ديال الاربيتريج، يعني تجيب لها الترافيك من جوجل ادز ولا فيسبوك ادز، خاص تكون هذيك لابليكاسيون يعني كتقدم واحد شنقول لك يعني كت يعني ميد فور ايرنينغ، يعني ميد فور اربيتراج، بحال الشكل ديال ادسنس ويب سايت. حنا انا تنخدم مثلا في اربيتراج، سي شوي كنقادو على حسب اليوزر، خصو يجي عندي يدخل الويب سايت خصني نستغلو ما امكن انني نربح منه، خصو يشوف الادس في يعني في الباج الاولى، كندير لي نيكست بوتون خصو يشوفه في الباج الثانيه والباج الثالثه، فهمتي كيفاش؟ وبارفوا تنعطيه حتى افليت لينك، على حسب انا كنخدم في الهيت نيتش كنعطيه افليت لينك ديال كل شي برودكت طابول ياك طابول ولا فيسبوك ادز فهمتيني. المهم دوزتي انت على لا نسى هضرتي على الاربيتراج، سولتك زعما في اين بلاتفورم كتجيب ترافيك. جوم لي دو بلاتفورم، ولكن في المونيتيزاسيون كنخدم غير بادسنس، والافيليات كنخدم بامازون. بارفوا دي سيت كيعطيو بورسونتاج احسن من امازون، كنخدم بهم. المهم في الاربيتراج انا ما جربتش لابليكاسيون ديال الادوين على الريسكين، انا ما جربتش لي زابليكاسيون، ولكن في الجيم نقدر نفيدك فيهم. في الجيم مثلا انا كنخدم على الهيبر كاجوال جيمز. علاش الهيبر كاجوال؟ لان الهيبر كاجوال جيمز اللي خدينا مثلا شي لعبه مشهوره في الكاجوال، اللي خدينا مثلا هيليكس جامب. هيليكس جامب الا دخلتو ليها انستاليتو هذيك الجيم ولعبتي فيها، يعني دقيقه واحده غادي تشوف الريورد ادز والانترسيال ادز، يعني البيبليسيتي الاعلانات غتشوفهم تقريبا يعني 20 مره في دقيقه واحده، فهمتيني؟ ولا نقولوا 10 المرات ولا 15 مره، يعني فهمتي، يعني الجيم كتبروفيشي منك مزيان، فهمتي كيفاش؟ اي لحظه خسرت شي، اي لحظه كليكتي على شي بوطون تيبان لك الادز، فهمتيني؟ دونك نفس القضيه تنطبق على الابليكاسيون خاصك تخدم فيها الادز بواحد الطريقه ذكيه، فهمتيني؟ بواحد الطريقه ذكيه، ما يعني ما غاديش تدخل لابليكاسيون ديالك نلقاو غير واحد مثلا انترستيشيال، لا خاصك في الفوم في الهوم بيج ولا يعني في المان بيج خاصك دير واحد نيتيف ادز، ابري ملي كليك خاصك تبان لي واحد انترستيشيال، ابري ملي كليك تبان لي واحد البانر ادز، فهمتي كيفاش؟ وبالنسبه للاربيتراج سواء في الويب سايت ولا الجيمز ولا لي زابليكاسيون خاصك تصبر واحد شويه. علاش؟ باش تربح من الاكتيف انستال، يعني دابا انت كنقولوا كنت نتوما كتقولوا انا خسرت فلوس على الاب، لا ما كتسماش هذيك خسرت، انت راك انفيستيتي، فهمتي؟ راه حطيتي واحد الانفيستمون وكتسنى واحد يعني واحد العائد اللي غيرجع لك، واحد العائد ديال هذاك الاستثمار اللي يعني اللي حطيتي. مثلا حطيتي $50 راه غيجيك واحد الاكتيف انستال نقولوا مثلا ديال 1000، هذوك ال1000 الا بقاو واحد السيمانه في لابليكاسيون ديالك بقاو كل نهار تيدخلوا لابليكاسيون ديالك، ولابليكاسيون كاش كتعطي واحد الفاليو راه تربح اكثر من هذاك الشيء اللي يعني اللي حطيتي في الادز، فهمتي كيفاش؟ اكثر من $50، وهذا الشيء بالتجربه، فهمتي كيفاش؟ خاص غير الشروط ديال الاربيتراج توفر. مثلا خاص يكون عندك اليوزر ريتنشن طالع، انا في الجيمز باش نعرف اليوزر ريتنشن بيونيتي اناليتيك كتبان ليا فوق 20 25، دونك راه الجيم خدامه، كنخليها كنزيد البيجي ديال الادز، فهمتيني؟ عارفه غادي تخدم ناجح هاد الجيم، فهمتيني؟ ملي غتجمع واحد اخويا واحد 50000 اكتيف انستار من عاود هذيك الساعات غيبداو يبانوا لك لي غوفوني مزيان، فهمتي اش بغيت نقول لك؟ وي فهمتك اخي. وبالنسبه للكونتريز زعما اللي كتارجيتي، واش وحده ولا بزاف؟ واخ بالنسبه لي زاب انا مكتجمعوا على هذا السؤال هذا، دونك نعطيكم الافكار، فهمتي؟ يعني كما نقولوا ما مرتبينش، فهمتي؟ نعطيكم هذاك الشيء اللي خدام به، انا نعاود نرتب الموضوع بواحد الطريقه مبسطه وباختصار. دابا ابليكاسيون بغينا نخدمو عليها اربيتراج، بمعنى غنديرو فيسبوك ادز،
غنديرو مثلا واحد $50 خاصها تجيب لينا $100. اوكي، حنا اول حاجه غنقسموا الميزانيه ديالنا، نديرو مثلا نخدموا على فيسبوك ادز ونخدموا على جوجل ادز، ما نخدموش على جوجل ادز بوحده لجوج ديال الاسباب. جوجل ادز كتخدم كتنفعنا في الكيورد ريسيرش، مثلا حنا كتبنا تيك توك داونلودر فاحنا كنطلعوا يعني من لي زابليكاسيون الاولين، كنفوتوا دوك لي زابليكاسيون اللي مرانكين اورغانيك، سيرتو الا ما كانتش منافس على داك الكيورد في جوجل ادز. دونك دابا مزيان. والفيسبوك باش تعاوننا، فيسبوك تعاوننا تجيب لينا يعني دوك اليوزرز اللي تقلبوا على داك هذاك نقولوا لابليكاسيون اللي كتقدم هذيك الخدمه. فهمتي كيفاش؟ كتجيب لينا واحد، كتجيب لنا داك اليوزر رخاص بزاف، رخاص من جوجل ادز. انا في الفيسبوك ادز كنستهدف ديما انديا، وخاصك ضروري تانستالي الاس دي كا، اس دي كا ديال 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 الفيسبوك. علاش؟ باش تطلع لك هذيك الكوست بير انستال، يعني شنقول لك رخيصه بزاف، فرق طلع ليها شي بحال ديال الحملة الإعلان ديال الكوسبر انجاجمنت، طلع ليا 0.002. فهمتي كيفاش الانستال؟ دونك هنا عطيت شكون الفرق ما بين جوجل ادز وفيسبوك. دابا ندوزو للابليكاسيون مثلا اللي قلت لكم ديال تيك توك داونلودر على سبيل المثال. دابا ديك الابليكاسيون كتعطيك الحق انك تيليشارجي لي فيديو، ياك نقولو باستعمال واحد لابي اي، صعيب انك تقاد واحد الابليكاسيون تيليشارجي لي فيديو، ضروري خصك تحتاج واحد لابي. دابا هذيك لابليكاسيون خصنا حنا نقادوها باش نربحو منها مزيان، خصنا نوبتيميزيوها مزيان. ندخلو مثلا يعني الصفحه الاولى ولا المين بيج ديال لابليكاسيون. هذيك المين بيج ديال لابليكاسيون راه تلقى فيها ديما واحد لابار فين تحط اللينك ديالك، فهمتي؟ فين تحط هذاك اللينك ديال الفيديو من تيليشارجيه، وغتلقى تحت النايتيف ادز، وملي كتكليكي على الفيديو باش داونلودي كيطلع لك واحد الانترستيشيال ادز. فهمتي كيفاش؟ اذا هذيك لابليكاسيون راه اوبتيميزي مزيان، هذوك الناس راه عارفين شنو تيديروا صافي. وملي تكليكي على هذيك الروشون بوتون ولا داونلود نيكست فيديو حتى هي غيطلع لك واحد الانترستيشيال ادز. فوالا. دونك حنا تربحوا يعني من الاكتيف انستال، باش غتسنى انك تسنى تلقى واحد العائد على داك الاستثمار اللي درتي انت في فيسبوك ادز ولا جوجل ادز في البلاصه ولا في السيمانه الاولى. راه صعيبه، راه ما كايناش هاد القضيه، فهمتيني؟ يعني خصك تصبر تجمع واحد الاكتيف انستال. نقولوا مثلا انا على سبيل المثال شنقول لك، مين كيبدا يبان ليا الربح كيبان ليا من ملي كتفوت 5000 انستال. ملي كتفوت واحد 5000 انستال عاش كيبان ليا لي غوفوني جايين، كيبداو يجاو لك من اورغانيك ترافيك، فهمتيني؟ لانك ترانكي شي ديك الساعه في داك النيتش ملي كدير ديك الحمله الاعلانيه في جوجل ادز وفيسبوك، كتجيك واحد السوشيال انجاجمنت، كتجيك واحد الانستال بير كيورد، وهادشي تيعاونك في الازور في الاب ستور اوبتيمايزيشن. ملي ترانك لك لابليكاسيون في نفس الوقت كتجيب واحد الباك لينك باش كتعاون بيه. باك لينك باي ذا واي راه ما تيجي لكم من دوك الويب سايت اللي كيتسموا بحال الساب دومين، مثلا الويب سايت ديال blogspot.com، هذوك راه ما غاديش منكم، هذوك ما كيتسموش باك لينك. انا تنصحكم تمشيو لي فوريم مثلا تشرحوا الجيمينغ وتهضروا على داك الجيم ديالكم، ولكن بواحد الطريقه ذكيه، تقول لهم جربت هاد الجيم هادي ولكن ما خدماتش ليا مثلا في هاد التليفون هاد الاندرويد، فهمتي؟ باش ما يعتبركمش انكم تديروا واحد البيبليسيتي وسيبريم لكم بوست. المهم نفس هاد القضيه هادي غديروها في ريديت، ولكن ما غتمشيوش لدوك ما غتمشيوش نقولوا هذوك لي فوريم اللي معروفين، غتمشيو هذوك لي فوريم هذوك الساب ريديت اللي معروفينش بزاف فيهم، غير مثلا غير واحد 100 واحد، فهمتي؟ لان الهدف ديالكم نتوما الاساسي هو باك لينك، ماشي باش تشهروا الجيم ديالكم نتوما. فالا انت عندكم باك لينك من ويب سايت عنده اوتوريتي كبيره بحال ريديت.com، وغتزيدوا لي فوريم ديال الجيمينغ، وبالاضافه لانكم درتو جوجل ادز ودرتو فيسبوك ادز راه مزيانه، غادي الترانكه ديالكم الجيم ديالكم وتجيبوا اورغانيك ترافيك. هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك اخي، شكرا بزاف. مرحبا اخويا.
تخيل سي رشيد سي مروان رضوان تبارك الله لك اخويا عثمان لي زانفورماسيون عطيتي عندي ما نقول تبارك الله لك الله يبارك فيك رب فاني حتى انا ربحت والله شي حاجه هذيك عجبني تسالك اخويا الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك نور رشيد رشيد مكانش رشيد مكانش رشيد تلقاك سكرولي في باينانس اخي عثمان نسولك اخويا الله يحفظك اخويا اخويا مرحبا الفان الصوت الفان شحال من بلوك الترافيك خصو يجي على حساب المهم تشدو ليا شي ابس في جوجل بلاي كونسول وراك عارف كيجي داك البلوك الترافيك في الفان واش كاين شي ريسك الفان الصوت يتسد لا ما كاينش شي ريسك ولكن اش غادي نقول لك انت ليميتي حيد الانترسيال وخلي البانر فهمتيني واحد لا راه فهمتينيش الاب الاب تبندت ليا من جوجل بلاي كيجيني داك بلوك ترافيك بلي راه تريموف ما بقاتش في ستور فهمتي مشكله مشكله عندك هي غالبا اخويا ما خصكش تفوت 10 ديال لي زابليكاسيون هادشي اللي ندير انا لا شحال ما خصكش نفوت من بلوك ترافيك يعني تقريبا باش ما يتسدش ليا الفان ولا شي بلان دابا شحال من ابليكاسيون تديت لك دابا تشدوا لي 5 دولك 5 اه القديم ما عندهاش علاقه بالبلوك ترافيك فهمتي كيفاش عندها علاقه بشحال من ابليكاسيون تديت لك بالنسبه لي انا لا 5 اللي تدوا لي 5 اه المهم ماشي باقي ماشي مشكل فهمتيني تقدر تخدم عادي ما كاينش اه لا اصلا انا اصلا بغيت نتخلص منه لحقاش راك عارف البلان اللي كيديروه هما كيخلصوا بحال قلتي الفلوس ديال الشرك تلقاهم شهر جاي فهمتي ايما عندي فام واحد اخر الصاط ما غاديش نفوت فيه 10 د الابس صراحه حوار ما كاينش واحد العدد محدد واش فهمتيني راه بحال واحد فان انا عندي في راسي تقريبا شي 18 فهمتيني ولكن الا كانت فيه لا صوم ولا شي حاجه دير شي فان اخر ما تبقاش حبس فيه ما بقاش تخدم فيه ودير فان اخر وي راه داكشي اللي باش نقول لك راه باش نقول لك واحد العدد محدد ما كاينش فهمتيني ايوا تبقى ريسكي وي فهمتك براو مع ديك المره سولت سيك قال لي ما تكثرش اصلا الفان قال لي ما تكثرش فيه الابس فهمتي اه فهمتك وصافي انت كنتي مديرونجي من جهته ومن احسن نيت كيف تيقولوا الدراري ما تكثرش فيه انا صراحه انا خدمت فيه 18 البلوك اللي جا فيه ولكن عندي لي فان فورين فهمتيني ما بغاوش شي عليهم فهمتك صافي الله يحفظك خير دوم دابا كي غادي كي غادي وي خويا عثمان دابا المشكله ديال الفيسبوك ارت ما كتعطيكش هذيك لوبسيون ديال انك تيبريمي دوك الارت فهمتيني تيبريمي مثلا انترسيال والبانر بحال هذا فهمتي كيفاش هذاك هو هذاك هو المشكل هو بغيت نسولك نيت على واحد البلان دابا عندي واحد الاب طالعه المهم جاني قبل ما يجيني البلوك ترافيك جاني داك النوتيفيكاسيون في الايميل ديال ان الاب راه سسبندات مشيت للفان ودرت ليها ريموف مشيت لذاك الداتا ريسورس ودخلت البروبرتيز ومسحت البروبرتيز فهمتي ومشيت للداشبورد لقيت الورنين ديالها مشاو واش ما غاديش تحسبوا لي بالورنين في الاخر ما عنديش على شي فكره الصراحه غادي يوصلوك اخويا غادي يوصلوك واخا ما كتبانش في الداشبورد ولكن في البنك غادي توصلك صافي ود المرضيك في الاخر في البي اوت كيحسبوها لا لا كتوصل خلاص وصل 100% انا عاد تشتر لي داز كوس مسح عاد تشتر لي داز صافي تشيكي تشيكي البايوت ديالك في الفيسبوك او دونس نيتورك فهمتي ايه تشيكي البايوت شوف الا لقيتي تما على داز لا دابا البي اوت دابا البي اوت ديال الشهر هذا راه ما عرفتش طاليته شارجي فهمتي اخي شوف اخي عرفتي فين تبان لي شي هذاك السيتينغ ايوه سي سينغ ليك في البايمو تدخل تماك وتي تي تشوف لهذيك سي سينغ وتطلع لك تماك لا بحال مثلا النهار امتى تيبان نهار 5 الى باقي عاقل نهار 5 تيطلع لك هذيك بونجي هتمشي فين قلت لك دابا وتطلع لك هذيك لا كتلقاها تماك واخا صافي برا والله حتى
واش راكم خدامين خي عثمان؟ راك خدام اخي، راك خدام دابا بالبيدين ولا لا؟ البيدينغ اخويا انا جربت ابوديل فهمتيني. اييه خدام زعما بنيتورك وحده ولا كيفاش؟ لا خدام كسار 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 منك، خدام ابلوف هاني دي ارت، خدام بيونيتي اخي، خدام بيونيتي ارت. اي لي جيم نيت، لي جيم لي جيم. يلا لقيتيني بنجربها اليوم وزعما لي غوفوني و سي بي ام ما بيت زعما اخي. يا انا يا صافي زين. لا نقدر نقول لك انا بالنسبه ليونيت، بالنسبه للبيدينغ، بالنسبه لي جيمز احسن حاجه، احسن نيتورك شفتها انا دابا حاليا هي ادمو بنفسك فهمتيني، ولكن خاص الكومبت عندك ما يكونش في الليميت. الا كان الليميت راه ماشي يخدمش لك اوبن بيدينغ فهمتيني، ما علم ما كتبقى على ريكويست لا والو مش فاهم. المهم خاصك تخدم بادمو، تخدم بالاخر اس دي كي، ما عرفتش على الرقم جوبون 6 ديال ادمو. المهم وصافي كتمشي للادموب ميدياسيون، كدير اد جروب، اجوتي الجروب، اجوتي النيتورك اللي عندك. المهم بالنسبه للفيسبوك اودينس نيتورك راه خصك اجوتيها في الواتر فال وفي الاوبن بيدينغ بجوجهم فهمتيني. الا درتي وحده راه ما غاديش تخدم لك، خصك اجوتي فيهم بجوج. قول لي اخي اشمن الا 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 تليميت الادموب ديك الساعه واش غادي يبانوا الاز دي فان؟ اسمح لي ما سمعت السؤال. قلت لك الى تليميت الادمو واش الادز ديال الفان غادي يطلعوا؟ الدراري اللي جربوا بعدا جوج دراري اصدقاء ما خدمش لهم فهمتي، ما الادمو بليميتي ما طاحش لهم فيسبوك. هذا هو المشكل اخي، هذا هو المشكل. بالنسبه ديال داك يوز اودينس نتورك اونلي خدمات الفان؟ لا لا براو، هذيك راه كيعطيوها غير لي زابل قدام باش فاش تموفيهم وصافي. بالنسبه للجداد راه ضروري كدير شي عاد نيتورك اخرى. لا كتكون تما واحد الخيار فهمتي، كتسيف في داك اوبن بيدن كيعطيوك تما كاع لي ليست ومرتاح كاع كتلقى اودينس نتورك اونلي. اونلي خي انا كيبان ليا القدام ما كيبانش ليا الجداد. لا كاينين صافي لي زاب جداد يقفل دابا راه تلقاه. ونشوف دابا، ولكن كل كان هاد البلان الصفراء الدراري كامل راه كاع ما غيعجبو راسهم فاش ما بالفان فهمتي. هو سي ديك شي انا اللي كنشوف ما عرفتش، قلت نسول قد يكون شي واحد عارف. وهادشي مازال كما قال الدراري راه مازال بيطا فهمتي. المشكلة دابا اللي دير هضمو بو تتلي هضمو بمشكلة هضمو معافا. اوه تدري انا جوج البارح ديما كيجيبو لي انا. واش اخي عثمان انت اللي قلتي خدام بيونيتي؟ واه عثمان اللي خدام بيونيتي. وي وي واش مثلا دابا انا بن كريي كونت فيها زعما ما متي فيريفيوش لا شي لعبه بحال هكا؟ يونيتي ارت لا ماشي فيريفيوش. وبالنسبه لهذاك البايمون الويس خدام ياك؟ خدام صافي الله يحفظك. وشوف واش كاين شي مشكل في التيست ياك؟ هذاك انترستيتيال تطلع مره في شحال دابا درت تيست وتطلع معطل. تيست ديالاش؟ تيست تاع البانر تطلع مزيان و انترستيتيال تطلع مره في شحال. واخ دويتي على يونيتي ارت؟ لا شوف لامبلومونطاسيون ديالك كيفاش تخدم بها، باش كتخدم تا بلاغن ولا كتخدم بالبروغراماسيون؟ لا لا بلاغن، بلاغن هنا بلاغن كلي ارت. لا لا ماشي كلي ارت، خدام باندرويد ستوديو. انت باندرويد ستوديو؟ انت خدام لي زابليكاسيون. داكشي علاش سولتك واش خدام بلي زابليكاسيون. غتكون عندك اخويا مشكله في لامبلومونطاسيون ماشي هي هذيك فهمتي. اندرويد سيدو ما كنعرفش الدراري كيخدموا بلاغن، بغيت تقول ليبراري.
الصراحة اخي انا ايه ديفلوبر اللي من قلت لي فهمتي ماشي انا اللي ما قلتش هي بلاجن لونتيني مشيت معاي مع بلاط مع اورجين ديال يونيتي حنت تعرف انا القلي تخدمي في يونيتي ياك يونيتي تمام وبالنسبة للسي بي ام وداك الشيء زعما في يونيتي مزيان بعد شوية مزيان اخويا الا كان عندك ترافيك يو اس اي فهمتيني لوروب كندا امريكا اللاتينية كاملة فهمتيني مزيانة 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 سير شوية في لي جيم سير شوية في لي جيم مزيانة بخير معروفة هذه في لي جيم يونيتي وما فيها ستة هي زعما كترت في سبان وداكشي لا لا هادشي مش مزيان يونيتي على الصراحة ايوا اخويا تيستي واخي ما كايناش بالنسبة للبيمون اخي تمني يعني مثلا الكونت ديالك كان ب 600 واش هاني هذيك المود بيمون يكون ب 600 واحدة اخرى ماشي مشكل ماشي مشكل حيت هي فيها حتى باي بال فهمتيني دونك ماشي مشكل لوايس لوايس الله يكون زوين لوايس حسن لا زعما مثلا هاد الوايز ديرو في ثلاثة ديال الكونتات ديال اليونيتي ادز ما يوقع حتى شي مشكل ياك انا ما جربتهاش فهمتيني لان غير يونيتي وحده راه خدامه ليا مزيان فهمتيني واخا دير فيها شغل علاش كدير ثلاثة اخي وحده واخا دير فيها شي 60 لا قلنا بس وي ما كاينش مشكل فهمتيني راه عندي السلام عليكم عندي انا دي عندي دابا دي جو تيجي في الترافيك فهمتي اوتسايد البلاي ستور من ابيكا بيور وشي شي ستور اخرين فهمتيني يعني تي بريمير وباقي تيجيبوا لي غوفوني مزيانين فراس هاد القضيه هادي ما تيزدوش زعما تيقول لك لابرام ما بقاتش في ستور عفاكم بغيت غير نقول واحد النقطة بحال دابا يونيتي كاين يونيتي كاين شارت بوست كاين الابلوفين هاد لي عط نيتورك كاملين كيخدمو بالسي بي اي الكوست بير انستال دونك هاد لي زاد نيتورك كاملين ما غاديش يحاسبوك على الكليك مادام انك غادي تجيب لهم واحد الانستال ما عمرهم غادي يحاسبوك على الكليك ولا غادي يقولوا لك هاد الكليك اللي جبتي لنا راه انفاليد ولا حيت هما اصلا ما كيخلصوكش على الكليك وما كيخلصوك حتى كتجيب لهم واحد الانستال ومادام جبتي لهم داك الانستال راه مزيانه ليهم دونك هادشي علاش ما كيسدوش كاع عليكم حتى انا عندي واحد الكونت شارت بوست وخدام به شحال هذا سدوا لي كونطات بزاف نتاع جوجل بلاي والكونط عمرو وقالوا لي فيه شي حاجه اون فوا كيقبلوا لك لابليكاسيون صافي كيدويوش معاك واش خاص تقبل لي كلاب بحال الفيسبوك لا ماشي يونيتي في الشارت بوست كيديروا الفيريفيكاسيون الاولى ولكن كيدوزوا كل شيء هما كيديروا الفيريفيكاسيون كيشوفوا غير واش الابليكاسيون مليوحه في السطور ولا وما كاينش هاد الميتي ولا زعما تحل جوج بي سي واحد كيفاش جوج تاع لي كونت نتاع داك الادنيس وورك ولا ما عرفتش الصاد انا عندي كونت واحد كنخدم به عمري جربت جوج لي كونت اصلا ما تيدويوش ما تيسدو لك لا كونت كي ليميتي وكما هو كتبقى خدام بواحد عاد زعما بنادم الا كان عنده ترافيك مزيان من امريكان وهداك كي قال اعتمار راه مزيان بنادم دابا ولا في اضمون فهمتي واخا كان ترافيك من اسيا البرازيل تيكون سي بي ام طالع شوية دراري واش باقي ديك الهندسة الاكسية خدامة ولا مبقى زاك شي كيتوس ما بقاتش اخي الهندسة راه صافي تحيد الهندسة دابا مع المزاج جوجل بلاي مبقيتش يمكن لك تحط ابيكا وزائد هاد البايزين هاد اللي دارو ما فهمتش مبقاش خدام شكرا اخويا انا قديم شويه في هادشي ما عرفتش فين وصل القطار ديال هاد الريسكين هاد واحد اربوح واش مازال شكون عقل على واحد سميت سميتو اربوح كندير واحد اللايف واحد الخطره 24 ساعه كونتين واحد الجينيراسيون قديم ما فيه مشى هذاك السيد ارباحو لا سميتو اربوح واحد السيد عنده الهيا
ما بقاش كيلوح اخويا هذاك اختفى هذاك مشى اخويا ما عرفتوش كاع فين وصلت ومن 2017 ما لا شي حاجه اه مشى مسكين